عارف ليش انت هون؟ اي نعم. ليه؟ بدي اشتكي على اهلي، هم خلفوني. فنحن بيان الخراب هو بلدة لعنا المسيح، ومن بعدها صار تستعمل اسم البلدة كمصطلح بيعني بالأدب الفرنسي بيعني الخراب. غصنا بواقع الأليم، واقع كل هالناس اللي صورنا معها بالفيلم، إن كان الممثلين الأبطال أو الأدوار الثانوية. لما تخوصي بحقيقة هيدي الناس بهالطريقة بهالقد بالعمق لمدة كتير طويلة، يعني نحن الفيلم استغرق معنا 4 سنين شغل، بتحس انه في شيء اكبر منك واكبر من مش فيلم. هذا مش فيلم، انت عم تعكسي واقع أليم، فهيدا الشيء بخليك تحس انه هيدا مش يعني not any other film. انا بعرف اللي ساعدنا أكثر شيء هو الوقت، هو الوقت وفريق عمل كان إذا بدك فهم لأي درجة من الواقعية ومن الحقيقة نحن لوين لازم نوصل. هيدا مش هيك، الفيلم استغرق 6 أشهر تصوير، صورنا بطريقة كرونولوجيكال يعني لحتى الشخصيات يفوتوا بالقصة ويفهموا القصة مزبوط ويعيشوها مزبوط. الانتاج نحن عملناه، خالد زوجي هو المنتج، مع انه بلشنا بدون اي يعني ما كان معنا مصاري نبلش، بس ما بعرف كيف عن جد هيك قدرنا بالنهاية نخلص، قدرنا نلاقي الأشخاص اللي آمنوا بالفيلم وآمنوا بقضية الفيلم واللي دعمونا وساعدونا. بس كانت تجربة كتير صعبة، يعني عملنا كل شيء بالبيت تقريبا، كانت تجربة تقريبا كمان عائلية، فريق عمل صغير بس فريق عمل مآمن لأقصى درجة بالأشياء اللي عم نعملها، وهذا الشيء كتير بيساعدك وبيعطيك الحرية والقوة إنك تقدر تحققي كل شيء بدك تحققيه. بلشنا من وجهة نظر طفل على العالم اللي عايش فيه، وصرنا شوي شوي ما فيكي تحكي عن الأولاد بدون ما تحكي عن وجهة نظر أهلهم، بدون ما تحكي عن وجهة نظر المجتمع، بدون ما تحكي عن كل هالمواضيع اللي تطرقنا إلها بالفيلم، وحسيت من مسؤوليتي إنه أحكي عن كل هيدا المواضيع.